بمعلقة سحرية زي ما بقولك كده الكرش هتستوي معاكي في اقل من 10 دقايق. ايوه يا جماعه، في اقل من 10 دقايق زي ما انت شايفه كده. معلقه بيكنج باودر اللي هو بتاع الحلويات، معروف كلنا عارفينه. وزي ما انت شايفه كده معايا كرشه، كميه من الكرشه، وغسلها ونضفها ومخليها زي الفل، وهنزل بيها على الميه اللي بيكون بتغلي جامد، وهوريكم هعمل ايه. وعندي شويه ميه زي ما انتم شايفين كده، ميه تكون بتغلي على فكره، اللي فيها دوت دهن يا جماعه، وهنزل بالمعلقه دي على الميه زي ما انتم شايفين كده. الفوران اللي حصل دوت، قلبي الميه كويس جدا وانزلي بالكرشه عليها على طول. وزي ما انتم شايفين حبايبي انا لسه فاتحه عليها من 5 دقايق، لسه ما استوتش، هتقعد معاكي من 10 دقايق لربع ساعه وتطلع زي الزبده.